سيدنا كنا نحكيو على البركاجات كظاهرة، اليوم النجم نقولوا إن تخطينا مرتبة الظاهرة، أصبحنا نحكيو على غول. اليوم البركاج يصير في وضح النهار، يعني قدام عينين العباد، في المترو، في الكار، في الشارع، في كل بلاصة. به الجديد في الحكاية هذه إنه المرة هذه فما قضية لبركاج قام بها شاب وشوه وجه فتاة في بركاج، يعني براكاها، سرق لها فلوسها وزاد شوه لها وجهها. القضاء التونسي كان رادع المرة هذه وحكم عليه ب 12 سنة حبس و40 مليون كتعويض للفتاة الضحية. أنت كمواطن تونسي ترى حكم كما هذا يعني كافي، رادع يعني الغيره من الشباب اللي يخمم يعمل حاجه كما هكا او لا؟ بارك الله فيك. لما حنا يعني اليوم زائر في تونس، مش معناها من متسكني تونس، لكن ظاهره البركاجات هذه بالطبع معناها تفاقمت في المده الاخيره. واجابه على سؤالك انه معناها يعني القضاء كان ناصف فيما يخص السيدة ارتكب الجريمة ذي كجريمة شنعاء، أكيد معنا كما قلت أنه معنا يكفيش أن نحالها فلوس يزيد كمل يشول لها بنية، معناها كانت شوهت وجهها، معناها يعني شي مستقبلها. بالتالي أنا من مع تسليط أشد العقوبات على كل ما هو بركاج أو اغتصاب إلى آخره. بالتالي الدولة ما تقوم إلا بالقانون، بالتالي يعني تطبيق القانون حاجة هامة جدا لرد على الناس. وقت نقوله كذلك القانون لرد على الناس، هذا كذلك المواطنين لهم حقوق، بالتالي الحقوق وقتها هي تبدأ مهضومة، معناها هذاك علاش فشيت هي. لازم نشوفوا الأسباب والمسببات اللي كانت تسبب في تفشي هذه الظاهرة. بالتالي ما يمنعش هذا انه الانسان ثم قيم وثم مبادئ، الا نحن توا في المده الاخيره يعني نقسيو فيها. بالتالي ما مع تطبيق القانون وان كان معناها الظرف صعيب جدا حتى على مستوى المعيشه وعلى مستوى الانسان بشتقى، ومع تفشي ظاهره مخدرات والى اخره، وهل معناها الموبقات هذه يعني اللي تخلي الناس تخرج على، ونقولوا ربي يحسن العاقبه في البلاد وربي يستر خيالنا والتوانسه الكل. 12 سنه شويه. خاطر هو برا التعويض باش يعملها، باش يرجع لها وجهها؟ واش باش يرجعوا لها؟ شو هالعمل لها في وجهها باش يرجع لها؟ حتى المجتمع كي يخزر لها ما يخزرلهاش كون هي خاطر تعمل لها بركاج، فهمت؟ يظهرلهاش ضحيه، يظهر لها تبنى لها حاجه اخرى. فهمت اللي هي سيرتها معناها مش هذاك الكل، ولا خطر هي عملت هكا ولا هذاك. المشكله فيش احنا تونس ما عادش فيها حكم، ما عادش فيها ناس تسيب، ولات اللي يسرق نورمال واللي يقتل نورمال، والدنيا ولات حتى الاغلى والبيع. حكومه تحكم على زاير هذا. علاش وصلنا هكا؟ علاش وصلنا؟ على خاطر من الشعب نتاعنا، شعبنا خاطر علاش هو اللي نزل البلاد هكا. هو كي قال خرج الزين، يقول هما الزين كي كان ما كانش الشيء هذي صحيح، ممكن كانت حاجات صغيرة مو مش بالدرجة هذي. انت توا كي تبدا تمشي في الشارع تبدا تخزر لكتافك، بنتك تخرج تبدا تخمم عليه وقتاش تخرج، ولدك يبدا حتى بولاده ومعارس تبدا تخمم عليه وقتاش يدخل للدار، ما عاد سالم لا الكبير ولا الصغير. توا براكاج يبدا يخزر لك، معناها قدامك تضرب ولا تتضرب، ويقول لك لا يا خويا انا ما عنديش دخل، على خاطر انا ربما تجي فيا انا ضربه ولا واحد قد يجي يدافع ترسله هو ضحيه، فهمت؟ والحكم قداش باش يولي الحكم؟ باش يولي شمس يضوي على الناس الكل. الحكم شد 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 فد بصراحه، هو بيدو ماهوش سالم، هو الامني بيدو كي يخرج من داره ما يعرفش على روحه ولا باش يرجع على ماهوش راجع، فهمت؟ الحكومه هي اللي ماهيش صارمه، كل واحد يحكم. انت تشوف فيه مجلس كيفاه الناس تاكل في بعضها، تسميع كلام كان هكاكا مجلس نورمال ما يخموا على دولة شنو اللي يديه والشعب البطال وشنو اللي صاير فيه. خمم لي على فرنسا باش تعطيه تعويضات وتعطيه شنو تعويضات باش ياخذها، ما باش ياخذها هو في مكتوب باش يعطيها للعباد. ثم خلل أمني، الخلل الأمني فيها شيء يتمثل، فهمتني؟ كان قبل في عهد بورقيبة كان الأمني يعني منضبط إلى أبعد الحدود، اليوم الأمني يخدم كيما يحب هو. اليوم عملوا نقابة نتاع أمنيين يخدم كيما يحب هو، مثلا رئيس مع احترامي الأمنيين مش أنا ننقد فيهم، ولكن حكاية التنسيق بين الأمنيين، احنا عندنا مثلا ولاية تونس، ولاية تونس
عندنا إفكتيف مثلا نقول 10,000 فرد هذا من الميدانيين اللي على الميدان به. نجيو مثلا فين البركاج يوقع؟ يوقع في وسائل النقل، نحطوا إفكتيف في وسائل النقل. هنا نمشي ساعات ناخذ مترو ما نلقاش حتى بوليس. كيف منين انت بيسير؟ هم هذا من الناس المجرمه هذا هم يجاو ما دام ما ثمش حضور امني يجاو يبراكوا ويعملوا اللي يحب. انا راوا انه الحكم تاع البراكاج لازم يكون مباشره اعدام، لانه هو اعدم نفس من قتل نفسا كمن وكانما قتل الناس جميعا، لانه البراكاج هذا باش يخلي في نفسيه المتعرض للخطر هذا خطر جسيم على مدى الحياه، وباش يخلي يعني إعاقة دائمة في نفسية الإنسان، عدم الثقة في المجتمع، وعدم وأن يقول الدولة اللي أنا نعطيها في الأداءات نتاعي ما حمتنيش، أين الدولة؟ وعلى هذا الأساس يلزم يعني العقوبة تكون مباشرة الإعدام، وخاصة بعد الثورة كثروا الناس اللي يعتقدوا أنهم بربوات على الناس، يحب ماذا به خارج في سوريا نص يد ومشلط وموشم، رأس مالها إرهاب، هذا إرهاب بأتم معنى الكلمة، ليست الإرهاب فقط اللي يهز في السلاح على الدولة، احنا هم الدولة، المواطن هو الدولة، وهذا يعتبر وأنه سلاح إرهابه للمواطن اللي أصغر منه وأقل منه بالوشام وبالحبس وما إلى ذلك. وعلى هذا الأساس نتمنى وأن الدولة تغلظ العقاب ضد كل من يرهب اخوه المواطن او بركاج او يبدا في الكار يحب يتعدى على اللي اصغر منه واللي اقل منه ولا امراه، وخاصه المراه اجمالا لان هي اساس الحياه. وعلى هذا الاساس انا مع تشديد العقاب على كل انواع البركاج، كل محاوله ارهاب. ما معنى هو الارهاب؟ بكل الطرق، منهم انسان مشلط وموشم يحب يرهب الناس، ها تعطيني ولا راني عندك الدار كالحبس. اذا هذا انسان، وللاسف الموضوع هذا موضوع اجتماعي وكبير جدا جدا، انما يلزم الدوله تلقى حل اولا للبطاله، ما هي هو دولو دو بي يكون مظلوم هو اللي وصل باش يلقى حل، وانا باش يولي مشلط وموشم هذا كموضوع كبير، معناتها حتى الدوله في التربيه نتاعها عندها مسؤولية تتحملها كبيرة في أنها تنتج مواطن غير صالح بالطريقة هذه. يعني المواطن اللي تنتج الدولة مواطن صالح معناتها مواطن صباب، هذيك المشكلة. للأسف الدولة عندها دور، أما إلى حدود باش ما نعطوش تفريعات كبيرة في الموضوع، أي نوعية نتاع بركاج تستحق إعدام. هي ظاهرة اللي يلزمها تداوى في الأصل، الأصل نتاعه شنو هو؟ ناس ما عندهاش خدمة، هذه الحاجة الأولى، ما عندهاش موارد، الحاجة الثانية المناخ السياسي، الحاجة الثالثة، ويلزم البيعة هذه تتعالج في مستوى وطني، في مستوى الجهاد، في مستوى معناتها الاجتماعي. تبقى القضاء، القضاء اعطوه النوتي خدم به، ما عندوش، ما ينجمش يجتهد في امور اكثر ما خارجه على النص. معقول يعني تقول لسيادتك نبداو بالاسباب اللي اديت لوقوع مثل ولي مويان لي مويان دو ليت لي مويان الوسائل هكوما هو القانون. القانون يلزمو الناس معناتها الا في المجلس فاز مشيت له بالعرك والمعروك وسبني ونسبك والكل وسيبوا الكراسي وخمموا فيها الوطن هذايا، خمموا فيها الارث اللي خلوه لكم الناس الكبار اللي كيفي ولا كيف بعد، يعني الا الدوله هذه كونتهم باش يفرميوكم ويقريوكم ويوصلوكم، استحفظوا على البلاد هذه، استحفظوا على الوطن هذا. نجم نقولوا البركاج في حد ذاته هو نتيجة لعدة أسباب أو عوامل اجتماعية واقتصادية. مانيش باش نجيبوا حاجة جديدة، هذه حاجة معروفة، ولكن زاد فما أن بورسنتاج لا يلزموا يتردع، لأنه هاك البورسنتاج هكايا ولا مريض بهاك العملية هكايا، وهاك المرض هكايا يلزموا يتداوى، والوسائل الموجودة والقوانين الموجودة والردع الموجود. قبل كان في وقت الهوارب، وين الهوارب؟ قبل كانت الصحراء، وين الصحراء؟ الناس يلزم معناتها لاغرافيتي نتاع المشكل، يلزموا زاد لاغرافيتي دو لا سانكسيون، لاغرافيتي دو لا سانكسيون ينهزوا يخدم رجيم معتوق، هزوا الهوارب يكسر الواحد. هاكم هما الناس كيفاش باش ننجحوا، كيفاش باش نقضيوا على الظاهرة هكي. ما عدا ذلك راهو ضر ما على الواحد. الأمن يعمل اش ينجم، خاطر الأمن ماهوش كل المواطن يلزموا 20 أمن، لا يلزم 20 مواطن أمني اونكور.
وهلم جرى والقوذات زادت عليه انه تي دو ترافايل وتي دو ترافايل عند القوذات راهو ناقص مساكن يتقلاو بور ابليكي لا لوا ما يلقاوش لا لوا اديكوات اش يلزم يلزم هاك لا لوا تتنقح في لا جرافيتي دو لا شوز بور باش تحمل المواطن خاطر مازلنا والظاهره مش تقدم والظاهره مش تستفحل والظاهره مش تمشي. الشعب مهمش وجيعان وفقير وحالته حليله والشاب يحب ياكل ويشرب ويحب يلبس ويحب يعمل برشا حوايج وكل نترو با نيا با معناها ان فينونسمون موجود دونك معناها في بالي التصريح يكون الانفير معناها ساعة الطبقه السياسيه تبدا نظيفه فهمتني ودافع على المواطن ودافع على الشاب هذاك القليل الزوالي معناها كل شيء باش ينجم يعيش في البلاد دونك هو كل شيء يوفق قدامه تسكر عليه البيبان شنو هو يعمل معناها يمشي ابغض الحلال عند الله الله غالب معناها يلفي دي شوز دونك في بالي التنظيف يجب يكون من السياسه من الطبقه السياسيه من البلاد من الجوفرنمون كيفاش تصلح الوضع نتاع الشاب التونسي يخدم يولي عنصر صالح في المجتمع كل شيء واحد معناها هذا هو يعني نمشيو لمعالجه الاسباب اللي هي الفقر والخصصه وما الى ذلك توا تخف يعني هو منين جاء؟ جاء يلزم نعملوا المعالجه الساعه راسيونال معالجه صحيحه منين جات البركاجات والسرقه والحوفة وواحد وكل شاب تونسي جيعان مع عطشان ان ادوليسون يل فو مونجي يل فو بوار يل فو فير دي شوز لو تروب با دونك يمشي يتعدى على غيره معناها التصليح يجب يكون معناها نورمالمون ساعة شوف علاش السبب وصلح السبب ومن بعد حاسب من بعد اعدم اعمل حتى اعدام نحن معاك ونصفقوا لك واحد وكل لكن توا ما ثماش معناها شكون ينجم يخمم في الشاب التونسي ما ثماش اللي هذا معناها هاك تشوفي الفساد في تونس ينخر طبقه سياسيه فاسده بيدو معناها في مجلس النواب يبدا سارق وحايف وواعد ومتستر تحت لواء حصن البرلمانيه ويجي عندك شي واد خمس سنين ما يكلموا حد وما يحاسبوا حد الوركو ريشارشي ويزم يدخل الحبس معناها ما سماش شكون يتكلم على الشاب التونسي ما سماش شكون يدافع عليه اللي هذا هاني نمشي انا ندبر راسي والبقيه واحد تشوفي مساكن.